وعلى خطاها مشيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. سمعني بداية الهداية. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واعلم نوجوه أن العبد كو مجا في حق دينه كتك حق دنياك على ثلاث درجات يكجو درجاتات، إما سالم إما نمني كسلميك، وهو المقتصر نيي نمني كفوبيليزا على أداء الفرائض جويا كتكليزا فراضي، وترك المعاصي نكواتا معصية، أو رابح أو نمني كباتا فايدة، وهو نيي المتطوع نمني كجيتوليا بالقربات كمambo ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu wanawafili na sunna، au khasirun au ni mwenye kuhasirika، wa huwa na yeye almuqassiru ni mwenye kupunguza anil lawazimi na mambo yenye kulazimu، fa illam taqdir usipoweza antakuna uwe rabihan ni mwenye kupata faida، فاجتهد جتهدي أن تكون أوى سالما لمن يكسلميك، وإياك نكتحذرش، ثم إياك كيش نكتحذرش أن تكون أوى خاسرا لمن يكخسرك،
والعبد نمجى في حق سائر العباد katika haki ya waja walio katika haki ya waja wote lahu thalathu darajatin ana daraja tatu alula daraja ya kwanza an yanzila ni ashukie fi haqqihim katika haki yao manzila talkirami daraja ya wale watukufu albararati wema min almalaikati kutokamana na malaika وهو نايو أن يسعان يزنجزنج في أغراضهم كتك ملنغو ياو رفقا بهم حل يكو فنيو بوليواو وإدخال السرور رفقا بهم كواجيل يكو فنيو بولي وإدخال السرور نكواجيل يكو انجيز فراها على قلوبهم جو ينيوزاو الثانية حالي أبيلي أن ينزل نأشكي في حقهم كتك حقياه منزلة البهائم دراجة يا ونيامة والجمادات نفس فيكو ونروه فلا ينالهم إسي وبتواه خيروه خيرياك ولكن لكيني يكف عنهم أزوي قواه شره شرياك الثالثة حالية درجة تاتو أن ينزل نأشكي في حقهم كتك حقياه منزلة العقارب درجة ينجي في تومبو والحيات نمينيوكا والسباع نوانيامبواي الضاريات ونكذور لا يرجى خيره hakutarajiwi khiri yake wa yutaka sharruhu na kwa kingwa na shari yake bismillahir rahmanir rahim wa alam na ujue anna al-abda kuwa mja fi haqqi dinihi katika haqqi ya dini yake ala thalathi darajatin yuko juu ya daraja tatu imma salimun imma ni mwenye kusalimika wa huwa almuqtasiru na yeye ni mwenye kufupiliza ala ada'il fara'idhi juu ya kutekeleza faradhi wa tarkil ma'asi na kuacha maasiya au rabihun au ni mwenye kupata faida wa huwa na yeye almutatawwi'u ni mwenye kujitolea bilqurbati kwa mambo ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu wa nawafili na sunna au khasirun au ni mwenye kukhasirika wa huwa na yeye almuqassiru ni mwenye kupunguza anil lawazimi na mambo yenye kulazimu fa illam taqdir usipoweza antakuna uwe rabihan ni mwenye kupata faida fajtahid jitahidi antakuna uwe saliman ni mwenye kusalimika wa iyaka na kutahadharisha thumma iyaka kisha na kutahadharisha antakuna uwe khasiran ni mwenye kukhasirika wala abdu namja fi haki sairi liibadi katika haki ya waja waliobakia lahu thalathu darajatin ana daraja tatu الأولى درجة كوانزا أن ينزل أشكي فيهم في حقهم كتك حقياه منزلة الكرام درجة وتكوف البررة ويما من الملائكة كتكن ملائكة وهو نايو أن يسعان يزنجزنج في أغراضهم كتك ملنغياه رفقا كواجل يكفن يوبول بهم كواه وإدخال السرور na kwa ajili ya kuingiza furaha ala kulubihim juu ya zao athania tu ya pili anyanzila ni ashukie fi haqihim katika haki yao manzila talbahaimi daraja za wanyama waljamadati na visivyokuwa na roho fala yanaluhum isiwapate wao khairuhu khairi yake walakin lakini yakufu anhum azuie kwa wao sharahu shari yake
الثالثة درجة تاتو أن ينزل أن يشكي في حقهم كتك حقياو منزلة العقارب درجة زانك في تومبو والحيات نمينيوكا والسباع نوانيامبواي الضاريات ونيكوذورو لا يرجى خيره حكترجي بخيره ويتقى نكوكينغوا شره شرياكي au yutaka kuogopewa fasiri hivyo wa yutaka kuogopewa sharuhu shari yake someni bismillahir rahmanir rahim wa alamna huwa anna al-'abda qawmiya fi haqqihi tatadiyati ala thalathati darajati jumlatan imma salimun imma mustasnifa wa huwa ولكن يكف عنهم شره مفعول شره بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امام غزالي Mwenyezi Mungu amrehemu amewagawanya watu katika dini au amegawanya daraja za watu katika dini na amegawanya daraja za watu sisi kwa sisi amezigawanya mara tatu tatu katika dini amegawanya kwamba daraja ni tatu ima mtu apate faida au asalimike au akhasirike daraja ngapi hizi katika hii dini yetu ya Uislamu ima upate faida kupata faida maana yake ukifanya faradhi ufanye na sunna au usalimike kusalimika ni ufanye faradhi haufanyi sunna
au kukhasirika iwe hata hizo faradhi pia usifanye. Asema Mghazali asema jitahidi sana uwe katika watu wenye kupata faida. Basi hamna jaribu uwe katika wenye kusalimika. Lakini usijaribu kwa katika walio khasirika. Usijaribu kufikia huko. Hiyo ni katika upande wa dini. Katika upande wa sisi kwa sisi pia kadhalika ametugawanya mara tatu. Asema wewe kwa binadamu wenzako una moja kati ya njia tatu katika kuishi na watu. Ima uishi na watu kama malaika. Kama malaika namna wanavyoishi na watu. Au malaika ishi na watu, malaika ishi na watu kwa kuwanufaisha watu. Au kama huwezi kuishi kama malaika, uishi katika hali ya pili. Uishi kama hawa jamaadati. Uishi kama mbuzi, ng'ombe, uishi kama paka, haumdhuru mtu. Tufahamiana, huna madhara na mtu. Wewe muhimu waangalia yako. Usiwe katika hali ya tatu, usijiteremshe katika hali ya tatu. Hali ya tatu ni kuwa kama hali ya manyoka wale. Kina nyoka, kina nge, ambao kazi yao ni kuuma tu. Wewe ukimuona nyoka mkikutana kama mwazungumza, mwaelewana, mwatembea pamoja, mkikutana jambo la kwanza nini? Ni madhara, si ndio? Basi na wewe usikubali ushuke daraja ya nyoka na nge kitumbo. Ima jaribu we kama ushukie nafasi ya malaika. Hutaki ushukie nafasi ya malaika, jaribu maana kwa nafasi ya malaika unufaishe watu. Au kama huwezi hilo, shukie daraja ya wanyama. Watu hawanufaiki na wewe wala hawapate shari yako. Lakini usiwe daraja ya kina simba na kina nyoka na mfano wao, kwa sababu itakuwa ni kuwadhuru watu wengine. Sisi mefahamika, na kesho inshallah tutamaliza huu mlango mpaka mwisho. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا في ديننا مع أهل الخير والثواب وذكاء الرب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وخلتك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر واغفر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون وصلاة الله تخشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وذكاء الصالحين وإلهام الملائكة المقربين. رب زدنا علما وارزقنا فهما ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم ارزقنا العلم وألزمنا الفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.